السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. 50 جنيه اللي هي الأخيرة، 50 جنيه اللي هي معانا، اللي معانا لسه بنصرفها لحد دلوقتي يا جماعة، تمام؟ هيطلع بلاستيك وهتبقى لها وقت عوزة، بس احنا هنعرف الوقت نبيع فين كل العملات اللي معانا، مش دي بس، وكل حاجة، ونسوق ونعمل وندخل مزادات وكل شيء. ركز في الفيديو وما تفوتش حاجة منه عشان تستفيد وتعرف تبيع فين. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. 50 جنيه، 50 جنيه ده يا جماعة اللي معانا بنصرفها الوقت، اللي معانا بنصرفها لحد الآن دلوقتي. طبعا ما دي يا جماعة يعني معلش في الكلمة يعني الاحتفاظ بها أفضل دلوقتي. ليه؟ لأنها مش هتعمل فلوس دلوقتي حاليا في الوقت الحالي. ديت العملة دي ال50 جنيه ده وقع عليها محمود أبو العيون، فاروق العقدة، طارق حسن عامر، هشام رامز، الجماعة دول وقعوا على يعني يجي حوالي 220 مليون ورقة أو تزيد كمان عن كده. فطبعا يا جماعة العملة دي لسه معانا متواجدة، ال50 جنيه الجديدة دي اللي هي معانا، عشان ما حدش يقول بس دي تعمل ايه ودي تعمل ايه. عايزين أرقام مميزة، أرقام مميزة هي اللي بتعمل، تمام؟ أخطاء أو كلام ده أو قصة أو قصة العيرة أو قصة بتاع، طالما في حتة بيضة باينة خلاص يبقى مش خطأ، تمام؟ لو ناقص رقم أو ناقص شيء أو الرقم فوق الحز أو الكلام ده يبقى ده خطأ. في أرقام بقى، شفت الأرقام اللي هتظهر قدامك ديت؟ أرقام بقى ممتازة. شايف 605، 606، 607، في 60 لحد 9، ماشي، من 1 لحد 9، وفي وحايد، وحايد اتنينات تلاتات اربعات خمسات ستات برضه لحد 9، تمام. دي يا جماعه تعمل فوق ال 300 400 جنيه، وممكن تعمل 500 جنيه. وفي ارقام بقى اللي هي الوحايد والاتنينات لحد 9 دي ممكن تعمل من 600 جنيه ل 1200 جنيه و1500 جنيه وتزيد كمان عن كده، تمام. هي دي الارقام اللي تجيب فلوس يا جماعه. انما العمله اللي معاك دلوقتي اللي انت بتصرفها اللي في جيبك، معلش في الكلمه، نرجو الاحتفاظ بقى، لان مش هتساوي شيء. الارقام العاديه بتاعتها ال 50 ب 50، ده شيء طبيعي يا جماعه في العمله ديت، عشان ما حدش يقول بس ايه العمله اللي قبلها اللي انا اتكلمت عليها ال50 جنيه، الشائعه اللي قبلها اللي هي فيها الرسمه مختلفه، وما فيش فيها العلامه المائيه، وما فيش فيها الحز اللي هو الذهبي ده، وما فيش فيها الكلام ده، ده اللي بتسوى فلوس. بس برضو العاديه بتاعتها ما تسواش اكتر من 60 جنيه، 70 جنيه، اذا وصلت ل 80 جنيه يبقى ماشي تمام، لانها شحه شويه. انما العمله دي يا جماعه اللي احنا بنصرفها في جيبنا لسه ما تساويش شيء الا الارقام المميزه فقط. هنعرف بقى اللي لازم تكون بالذات العملة حالة أنصر، لأن حالة الأنصر هي بتزود في العملة، حتى لو رقم مميز ومش حالة أنصر مش هتعمل فلو، يعني هتعمل بس مش هتعمل كتير، إنما حالة الأنصر هي اللي بتفرق. فلازم نحافظ على العملات اللي معانا ونعرف نستفيد منها كويس، ونعرف دلوقتي نعرض فين ونبيع فين والكلام من ده كله. احنا ممكن بقى نعرض على المواقع زي السوق المفتوح، علي بابا، كان بكام، سوق اوليكس، امازون، ممكن ننزل اسواق بنفسنا، اسواق بتبقى رخيصه شويه زي القاهره، سوق ديانا كل يوم، سبت الاسكندريه، كافيه الصيام، محطه مصر كل يوم 4، في بستان الدكه، في وسط البلد، في مصر الجديده، في المنصوره، في الشيخ حسنين. ولو انت مش من الاماكن دي اكتب في جوجل شركه شحن فاست وجه بحري، ولو واجه قبل اكتب شركه رابيدو للشحن. وفي جروبات كتيره جدا للتقييم والبيع المباشر وبقام فيها مزادات، وفي جروبات فيكتوريا جميل جدا وبيع مباشر، وفي جروبات كتيره جدا، والمواقع دي اتعملت لنا عشان نعرض عليه. فانت اعرض بده، ما يشوفك واحد او اتنين هيشوفك ملايين، وهتصادف واحد هيجي ياخده منك من قلب البيت. فاحنا ليه لا نحافظ على العملات اللي معانا، ونعرض عملات ورقيه معدنيه، كل عملات العالم نعرضها على المواقع دي وعلى الجروبات دي، وكل العالم بيبيع وبيشتري، كلنا بناكل بنشرب بنلبس بنعمل كل شيء. اعرض سبح، اعرض ساعات، اعرض انتيكات، اعرض